السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء مع خبرة جديدة اليوم وحرف جديد. بداية سنقوم بمراجعة ما تم أخذه من أحرف سابقة. انظروا هنا لنلفظ الأحرف. ال ر ام اس اب اد. ممتاز. سنتعرف اليوم على حرف النون وصوته ان. والآن دعونا نستمع لقصة حرف النون. ان. قصة حرف النون. ان. نملة نونة. يا نستمع. نونة نملة نشيطة تقضي النهار في البستان، تقطف عنقودا من العنب وتقطف زيتونة، وهي عائدة إلى المنزل قابلت صديقتها نحلة فساعدتها النحلة في تنظيف المنزل. نونة الآن تضع الجبن في الصحن، وقبل النوم تفرشي نونة أسنانها، ثم تذهب إلى غرفتها لتنام. تنظر نونة إلى النجوم فتخلد إلى النوم. والآن وقت الأسئلة. ما اسم النملة في القصة؟ نونة. ممتاز. أين تقضي النملة نونة نهارها؟ في البستان. ماذا تفعل نونة في البستان؟ نعم، تقطف عنب، أيضا تقطف زيتون. من قابلت نونة عند عودتها إلى المنزل؟ نعم، صديقتها نحلة. والآن لنفكر، ماذا تفعل نونة قبل أن تنام؟ نعم، تفرشي أسنانها. من يقول لي إلى ماذا كانت تنظر نونة عند النوم؟ رائع، كانت تنظر إلى النجوم. نجوم. والآن طلابي، ما اسم هذه الحشرات؟ نعم، إنه نمل. نمل. نمل نشيط، يجد في العمل ولا يعرف الكسل. نمل. سنكتشف الآن كلمات تحتوي حرف الإن في بداية الكلمة. انظروا هنا، ما هذه الصورة؟ نعم، نحل. نحل. أيضا هذه الحشرات النشيطة، نمل. نمل. إن متصل في بداية الكلمة. انظروا هنا طلابي، حرف الإن في وسط الكلمة. انظروا إلى هذه الصورة، صورة منزل. منزل. صورة عنب. عنب. إن في وسط الكلمة. وهنا أيضا سنكتشف صور تحتوي حرف الإن
في آخر الكلمة. جبن. لبن في آخر الكلمة. إن. ممتاز. نعم، إذن حرف اليوم حرف النون صوته إن. والآن أحبابي نكتب حرف النون مع النحلة. نقطة البداية خط أفقي، ثم خط عمودي على السطر، ولا ننسى النقطة إن في آخر الكلمة نقطة البداية. سننزل إلى الأسفل صح؟ ونضع النقطة. والآن سنلفظ حرف النون إن مع المد القصير. إن فتحة ن، إن ضمة ن، إن كسرة ني، ن نو ني. أيضا سنلفظ حرف الإن مع المد الطويل. إن آ نا، إن أو نو، إن إي ني، ن نو ني، نا نو ني. أما الآن سنقوم بتحليل وتركيب الكلمات. هل أنتم مستعدون؟ هيا بنا. إن آ نا، إب ناب. تصبح كلمة ناب. إن أو إر تصبح كلمة نور. والآن طلابي المميزون، سنقرأ ونكتب الجملة. انظروا هنا. إن أنا، إم فتحة م، نام، إب أبا، إب آ با، لتصبح جملة نام با با. سنكتب هذه الجملة. نقطة البداية هنا، خط أفقي، ثم عمودي. إن آ إم فتحة نا ما، إب آ با، إب آ با، لتصبح كلمة با با. نا ما با با. رائع، تميزتم اليوم. أحسنتم أحسنتم طلابي. وإلى اللقاء مع خبرة جديدة. إلى اللقاء.